السلام عليكم، مساء سعيد جميل. سألني سائل يقول: ماذا بقي لك بعد الستين؟ أولا بقيت لي السعادة والحمد لله، أنا مبسوط من الداخل وقنوع وأفكر بالحالة اللي أنا فيها، ما أفكر بالشيء اللي أنا محروم منه. الآن أنا وحدي، مبسوط أني وحدي، ولو جاني أحد أكون مبسوط لأنه جاني أحد. نوبات الاكتئاب تهاجمني مثل ما تهاجمك أحيانا، لكن ما تحصل عندي أبدا مستقر، مطرودة دائما والحمد لله. بقي عندي بعد الستين الصحة، كل زين والحمد لله، لا سكر لا ضغط لا قلب لا كلى، الأكل السليم والرياضة. بقي عندي قلب مخروق ما يحتفظ، ينسى، والحمد لله أنسى الأشياء السيئة لكن الأشياء الجميلة أحتفظ بها. بقي عندي عادات تعلمتها جميلة مثل التكيف، التعلم، ما في شيء يقول فات الوقت عليه، لا. بقي عندي الأسرة، وبإمكانكم تنظرون إلى الوراء إلى الخلف، الحمد لله عندي 4 بنات يسوون عندي الدنيا وما بها، وأخوانهم كذلك والحمد لله. بالنسبة للعادات، هذه كلمة مألوفة لكن تراها خطيرة، كونك تتعود تكون سعيد، تتعود الكلام الزين، تتعود التفاؤل. الحمد لله مما تعودته أنا أني أحضر لكل مقالة بكتبه أو محاضرة أو جلسة، أحضر ولذلك أجدد معلوماتي باستمرار. بقي عندي الجماعة هذول أحبهم وأرحمهم وأشفق عليهم وأدور رضا الله سبحانه بهم. أحيانا بعضهم يقول: وش عندك من النار؟ وإن كان سؤال غير وجيه، لكن عندي 3 أشياء: أولها القناعة، ثانيا التوكل على الله، ثالثا ما حصليت كليت زي ما يقول. في كل شهر لازم أتسلف، ما تجي نهاية الشهر إلا أنا محتاج، يمين يسار من هنا من هنا دبر حالك. لكن والله إني في نعمة، أعظم ما حصلت بعد الستين إني بدأت أتعرف إلى الله أكثر وأقترب إلى الله أكثر، وهذا هو وهذا رأس المال. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. علما أن الصلة الجميلة بالله تصنع صلة جميلة بالناس، ولكن مع الانضباط والتوازن وليس العكس. وبقي عندي أنتم الأصدقاء اللي يقبلونك كما أنا، بزيني وشيني وخيري وشري وحلوي ومري، والنصيح مطلوبة. أما الإنسان اللي تقفاك يركض وراك يطردك للأمام وهو يزعم أنك قائد له، هذا ما يصلح لي ولا أصلح له.